انطلاقه الشوط الرابع شوط جذا. بسم الله الرحمن الرحيم، نتواصل معكم مشاهدينا ومستمعينا متابعي قناة الثالثة الرياضية. هنالك الانطلاقة لثاني أشواطنا للقاية. نتمنى إن شاء الله لجميع الأخوة الذين شاركوا بهذا الشوط التوفيق والنجاح والمزيد من التقدم لإخواني ملاك الهجنة الذين شاركوا بهذا الشوط. إذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، لا زال التواصل معكم ومع الأخوة ملاك الهجن الذين يشاركون بهذه الأعداد التي شاركت بهذه الأشواط وهذه المنافسة التي يتنافس فيها الأخوة على ميدان الشهيد الشيخ فهد الأحمد الصباح رحمه الله وطيب الله ترى. ونحن الآن في طريقنا مع المراكز الأولى ومع المركز الأول وأر اللي تحتل المركز الأول اللي هي الرياضية تعود ملكيتها للسيد مهدي بن مانع بن محمد العجب اللي تحتل المركز الأول وتسيطر على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني هنالك أرى اللي تحتل المركز الثاني مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ابتعاد الرياضية عن باقي الهجن المشاركة معها بهذا الشوط، ولا زلنا نتواصل معكم ومع الأخوة. المركز الثاني ننتظر معكم صاحبة المركز الثاني. بالفعل ابتعاد الرياضية عن الهجن المشاركة معها بهذا الشوط. هناك المركز الثاني اللي وصلت في ثاني المراكز وأرى اللي هي الجاذبية لسعد بن زيد الجباري تحتل المركز الثاني. المركز الثالث شعار سيد شناب بن محمد الهاجر اللي هي مثيرة في ثالث المراكز. المركز الرابع لمشرف بن ناصر العبداني، بالفعل اللي هي أبها لمشرف بن ناصر العبداني تحتل المركز الرابع. خامس المراكز وأرى هناك غارة لسيد ربيع بن فراج الوطيب العجمي تحتل المركز الخامس. ننتقل إلى سادس المراكز وأرى هنالك شعار سيد جبران بن محمد العجم اللي هي سلام لجبران بن محمد العجمي في سادس المراكز. المركز السابع وأرى هنالك مزون لمحمد بن هادي العجمي في سابع المراكز. المركز الثامن وأرى حمطقم 11 لسمحة العبد الله بن ربيع العجمي وشعار سيد سعود بن صنت المطير يشارك بهذا الشوط انتقالته إلى المراكز المتقدمة. لكن نلحق بالرياضية 2000 متر مشاهدينا ومستمعينا متابعي قناة الثالثة الرياضية. هنالك الكيلوين الأخيرين التي تفصلنا عن خط النهاية ونهاية هذا الشوط. هنالك المركز الأول لا زالت الرياضية في انطلاقتها مع المقدمة ومع المراكز الأولى. لا زالت بالفعل الرياضية هي التي تحتل المركز الأول لمهدي بن مانع العجمي في أول المراكز وتتربع على عرش هذا الشوط. لكن هنالك أيضا من يود يتنافس معها في ثاني المراكز، أرى الجاذبية لسعد بن زيد الجباري التي تحتل المركز الثاني والألف وخمسمية متر الكيل ونص. 1500 متر ما تبقى عن نهاية هذا الشوط، ومثيرة لشنار بن محمد الهاجري اللي ستحتل المركز الثالث، وأيضا شعار سيد جبران بن محمد العجمي سلام مشاركتها بهذا الشوط. ولكن يا سلام الرياضية، ولكن بهذه اللحظة مشاهدينا ومستمعينا الكرام المنافسة تحتل هنالك عند الجاذبية لسعد زيد الجباري في أول المراكز. ننتقل إلى مثيرة لشنار بن محمد الهاجري، لكن سلام لجبران بن محمد العجمي تحتل المركز الثالث وعينها على المنافسة. أرى أيضا مشرف بن ناصر العبداني أبها في رابع المراكز. هنالك شعار سيد سعود بن صنت المطيري له المشاركة بهذا الشوط. هنالك مرعبة لسعود بن سند في خامس المراكز. لكن نلحق بالجاذبية لسعد بن زيد
الجباري. يا سلام يا سلام يا سلام، وأبهى بهذه اللحظات المشرف أبو ناصر العبداني، تغير بعض الأمور، تغير بعض الأمور لصالحها إلى المركز الرابع من الثالث والثاني، وعينها على مقدمة هذا الشوط، عينها على المراكز الأولى بينها وبين جاذبية، هو بين مثير الشنار بن محمد الهاجري. لكن بهذه اللحظات، بهذه اللحظات أبهى تغير إلى المركز الأول لمشرف مناصر العبداني، تحتل المركز الأول وتغير إلى المركز الأول. هنالك المركز الثاني، وأرى الجاذبية لسعد زيد الجباري يليه مباشرة بالمركز الثالث المديرة لجلال بن محمد الهاجري. ولكن خلاص هنالك أبهى، أبهى بهذه اللحظات لمشرف أبو ناصر العبداني، والمنافسة والمفاجأة دائما تأتي بهذه اللحظات المتأخرة، والمتنافسين يتنافسون بهذه المشاركة القوية. بالفعل أبهى لمشرف أبو ناصر العبداني المركز الثاني، مثير حسين بن مانح لمشرف شنار محمد الهاجي المركز الثالث، لسعد زيد الجباري المركز الرابع، لربيع بن فرق محاولة رقم 20 عفوا اللي مبهجين مشعل محمد العتيبي، وايضا شعار سيد زمران محمد العجمي، وشعار سيد سعود بن سند المطيري، بانتظار ايضا لمحمد بن هادي العجمي اللي هي مزون، وايضا الرياضيه لمهدي بن مانع العجمي. اذا تهانينا والف مبروك للسيد مشرف ابو ناصر العبداني على فوز ابها في المركز الأول، تهانينا وألف مبروك، استودعكم الله بالشوط القادم. وتتواصل الإثارة والمتعة على مدمر الشهيد فهد الأحمد بالنادي الكويتي لسباق الهجن.